نحن نقول العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة وكلها محرمة، وقد تكون من النوع الذي يخلد صاحبه في النار، وقد تكون من النوع الذي لا يخلد صاحبه في النار كما شرحت آنذا. أنا أعني انتحار أمرا قد كان معروفا من قبل في عهد القتال بالحرار وبالسيوف وبالسهام، نوع من هذا القتال كان يشبه الانتحار. مثلا حينما يهجم فرد من افراد الجيش بسيفه على كردوس على جماعة من الكفار المشركين فيعمل فيهم ضربا يمينا ويسارا، هذا في النادر قل ما يسلم، هل يجوز له ان يفعل ذلك؟ نقول يجوز ولا يجوز. اذا كان قائد الجيش المسلم هو في زمن الرسول، هو الرسول عليه السلام، اذا اذن له جاز له ذلك، اما ان يتصرف لنفسه فلا يجوز له لانها مخاطره ومغامره، ان لم نقل مقامره تكون النتيجة خاسرة، لا يجوز إلا بإذن الحاكم المسلم أو الخليفة المسلم. لما؟ لأن المفروض في هذا الخليفة المسلم أنه يقدر الأمور حق قدرها، وهو يعرف متى ينبغي أن يهجم مثلا 100 من المسلمين على 1000 او اقل او اكثر، فيأمرهم بالرجوع ويعلم انه قد يقتل منهم عشرات، لكن يعرف ان العاقبة هي للمسلمين.